الأحزاب والكتل في العراق تشتغل هالأيام بعينين، عين على البرلمان لأجل تحقيق الفوز، وعين على المحافظين والمحافظات اللي بحسب مراقبين يقولون أنها تحولت من مهامها الأساسية إلى دكاكين لجمع أموال العراق بجيوب هذه الأحزاب والكتل من قبل محافظيها. لكن الأسئلة الأساسية اللي باتت تسمع من قبل ذات المراقبين خلال هذه المدة، هل هي لا زالت هناك شرعية دستورية لعمل بعض المحافظين، خاصة في ظل صراع سابق على دستورية عمل مجالس المحافظات وتعطيل مجالسها وانتخاباتها؟ ففي ظل غياب رقابة المجالس، من الذي سيراقب عمل المحافظين؟ أسئلة تبحث عن إجابات واقعية. ومع هذا يبقى هذا الملف قيد الانتظار. ليش؟ لأن الأنظار ما زالت تتوجه نحو موعد 10 أكتوبر الحالي لما ستفرزه الانتخابات التشرينية المبكرة اللي كل التكهنات لنتائجها ممكنة، والذي سيكون محط ترقب حقيقي للشارع العراقي حول ما إذا تقبلت كتل المال والسلاح النتائج في حالة أنها لم تحقق الفوز المنشود من قبلها.